فهذا منطاد للتجسس الصيني. ما الذي كشفت، ما الذي تم كشفه بشأن هذا المنطاد؟ قامت الولايات المتحدة بالتواصل مباشرة مع كافة القنوات من أجل حماية الشعب الأمريكي، وفريقي كان قد تشاور مع جملة من الوكالات الحكومية، وكذلك انخرطنا مع بعض حلفائنا وشركائنا لإبلاغهم عن وجود هذا المنطاد في فضائنا الجوي. ونعتقد أن الظروف غير مؤاتية لإجراء زيارة في هذه الفترة. وكنت قد أوضحت لنظيري أن وجود هذا المنطاد التجسسي هو انتهاك واضح للسيادة الأمريكية والقوانين الدولية، وهو تصرف غير مسؤول، وأنه لابد من اتخاذ قرار من خلال تأجيل هذه الزيارة. وأبلغت المدير وان بأن الولايات المتحدة مستمرة بالحوار الدبلوماسي، وسوف نقوم بزيارة بيجين عندما تكون الظروف مؤاتية، وفي هذا الغضون سوف نقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع الصين بشكل مستمر. ومن الضرورة أيضا أن تبقى خطوط التواصل مفتوحة من أجل تفادي ودرء أي سوء حسابات أو صراع. نقطة أخيرة وهي مهمة للغاية، العالم يتوقع من الولايات المتحدة والصين أن نقوم بإدارة علاقاتنا بصورة مسؤولة والتطرق لجملة من التحديات التي تؤثر على حياة شعوبنا وحياة الشعوب في كافة أنحاء العالم، وأن نجد طريقا مشتركا فيما بيننا. والولايات المتحدة مستمرة بالتصرف بطريقة تعكس تلك المسؤولية، فنحن نتوجه إلى شركائنا في الصين لفعل الشيء ذاته. وأنا ووزير خارجية كوريا الجنوبية توقعنا اتفاقية التي سوف تقوم بتمهيد الطريق للتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وهي تكملة للعمل الذي بدأناه قبل عقدين من الزمن. كانا حافلان بالتعاون يتعلقان بالدراسات الجامعية والبحوث والتغير المناخي وإجراء بحوث وتطويرات على أشباه النواقل، وكذلك أن شركائنا سوف يعملون على الاستفادة من هذا التعاون الذي سوف يتم تجسيده من خلال بعض شركات التكنولوجيا من أجل تصنيع لقاحات فعالة للمنطقة. هذه الترتيبات أو بالأحرى اتفاقية اليوم سوف توسع نطاق هذا التعاون مع كوريا الجنوبية في المناطق التي كنا قد شرعنا بالعمل بها في الفضاء مثلا، وكذلك في بعض الحقول الناشئة مثل البيوتكنولوجيا وغيرها. التعاون العلمي هو فقط واحد من المجالات التي كانت تعمل عليها دولتينا لمنفعة شعبنا، بالإضافة إلى الأمن المشترك، حيث هناك مجموعة من قواتنا التي تجري تمارين عسكرية مشتركة. وقال الرئيس بايدن أنه لابد من تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وهذا يتجلى من خلال التحالف الذي نقيمه مع كوريا الجنوبية والاستراتيجية التي قمنا بطرحها في العام الماضي للتصدي لأكثر التحديات صعودا. لكننا اليوم نعيد تجديد التزاماتنا في التصدي لهذه التهديدات والدفاع عن كوريا الجنوبية من خلال استخدام النطاق الكامل للولايات المتحدة بما في ذلك القدرات الاستخباراتية والصواريخ. وفي مطلع هذا الأسبوع كان الوزير أوستن قد اجتمع بنظيره في كوريا الجنوبية وتطرق إلى مشاطرة المعلومات حول التهديد النووي من كوريا الشمالية، وأنه لابد من العمل على إزالة كافة المخاطر النووية من كوريا الشمالية، وأننا مستمرون في هذا التعاون الذي سوف يعمل على التصدي لما تقوم به كوريا الشمالية من إطلاق صواريخ بصورة غير مقبولة. ففي فصل الخريف الماضي قامت كوريا الشمالية بإجراء جملة من التجارب النووية، وسوف نعمل أيضا على مساعدة الدول في منطقة المحيط الهادي للتصدي للتغيرات المناخية، ونعمل مع دول أخرى لتعزيز بعض الأولويات مثل تحقيق الازدهار في منطقة المحيط الهندي والهادي
وما بعدها في والعمل على زيادة التعاون الأمني. إن شراكتنا سوف تتخطى المحيط الهندي والهند، وكما أظهر الرئيس بايدن من خلال وقفته التي أيدت أوكرانيا، فإن نعمل أيضا على تأمين كافة المصادر التي قد يحتاجها الشعب الأوكراني في سياق الدفاع عن بلاده، وأنتم أيضا. فنحن نعمل مع تحالف واسع. وفي مطلع هذا الأسبوع قام الأمين العام للناتو بإجراء زيارة لبعض الحلفاء، وقام بالتأكيد على ضرورة الوقوف في خندق واحد في